رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية اليوم لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي 21 و22 من الشهر الجاري. وقال السعدون إن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغه يوم أمس باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم العادية وجلسة غد الأربعاء التكميلية، نظرا لتكليف سمو الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، وهو بصدد إجراء المشاورات لترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. رفعت الجلسة إلى 21 و22 من الشهر الجاري. هكذا بدأ اليوم النيابي في غياب الحكومة، ليعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون هذا القرار. تتقدم الحكومة بالاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي 3 و4 الموافقين 7 و8 2023. والآن على الرغم من وجود النصاب، ترى حتى بالجلسة الماضية كان في نصاب، كان لما أعلنت كان أخوان داخلين موجودين وكان في نصاب، على الرغم من وجود النصاب ترفع الجلسة إلى يوم 21 و22 مارس 2023. حديث النواب مع المنصة بدأ مباشرة احتجاجاً على رفع الجلسة، ليصدر بعد ذلك بيانا من بعض النواب، وطالبوا سمو الشيخ أحمد النواف بعد نيله ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد بتسميته رئيسا للوزراء الالتزام بالدستور نصا وروحا منذ اللحظة الأولى، وأولها الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة وهي 2 أسبوع. سرعة تشكيل الحكومة كان محور تصريحات النواب، حيث طالب النائب مبارك الحجرف باختيار رجالات دولة في الحكومة القادمة، لديهم رؤية يستطيعون من خلالها انتشال البلد من مدركات الفساد في شتى المجالات. أهل الكويت فيهم خير، ويقدر يستشير، ويقدر يختار لناس تنصح على كيفية اختيار الوزراء، ويقدر يختار لناس يرشدون من الوزراء اللي موجودين. يجب أن يكون هناك على ما نقول لائحة من ناس المواطنين الكويتيين الشرفاء موجودة عندك على طول، تختار من تشاء منهم. التجانس الوزاري كان أيضاً الرسالة التي قدمها النائب فارس العتيبي لسمو رئيس مجلس الوزراء. عليك بالاختيار رجال دولة يقودون المرحلة قيادة صحيحة معك وبقيادتك، واليوم رسالتنا واضحة لك يا رئيس الوزراء، الفترة القادمة فترة إنجاز وعمل لمصلحة الوطن والمواطن. بدوره أشار النائب خالد العتيبي إلا أن سمو رئيس مجلس الوزراء ملزم بحضور جلسة مجلس الأمة المقبلة حتى لو كان منفردا. أرجو وأتمنى من الأخ رئيس الوزراء إدراك هذا الأمر وحضور الجلسة القادمة. نتمنى أن يشكل حكومته ويحضر مع حكومته، لكن أنا ما أعرف شنو الظروف اللي عنده. من جهته أوضح النائب ثامر السويط أن النص الدستوري لم يقيد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة، استناداً إلى نص المادة 97 التي تحدد بشكل مباشر صحة انعقاد الجلسات. ومن واجب الحكومة إذا حضرت أن تمثل، ومن واجب الحكومة أن تمثل، والمقصود إذا حضرت تمثل برئيسها أو ببعض وزرائها، هذا وجوب على الحكومة، لكن لا يتعلق بصحة انعقاد الجلسة، هذه المسألة واضحة جداً. أما النائب حمد العبيد فأشار إلى أن المواطنين بعد الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد في 22 يونيو من العام الماضي كان لديهم طموح بتغيير المشهد السياسي وحال البلد، والكل تحدث عن عهد ونهج جديدين. اليوم كل مواطن بعد الخطاب التاريخي لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد في تاريخ 22/6/2022 وصل إلى حالة كبيرة، وكان طموح عالي من المواطنين أن يتغير المشهد السياسي ويتغير حال البلد، والكل في الرد على الخطاب الأميري كان يتحدث عن عهد جديد وعن نهج جديد، وكنا نتمنى أن نرى هذا النهج الجديد، وقد رأينا بوادر ورحمنا بهذه البوادر. النائب مهلهل المضف بدوره أكد أن مجلس الأمة أمام استحقاقات سياسية وملفات إصلاحية تحتاج إلى إنجاز عاجل، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل الحكومة وحضور الجلسات لإنجاز تلك الملفات.
أحمد العنزي لقناة ATV العدالة.